واقعاً أن زيارتنا إلى جامعة الكفيل والتطلع إلى المستوى العلمي الموجود والتقنية الموجودة العالية، لقد انبهر، بالمعنى انبهر الجانب الأسباني وهم أغلبهم من الجامعات ورؤساء أقسام الجامعات، لا توجد هذه التقنية حتى في الجامعات الأسبانية المتعارفة بالنسبة. وهذا هو الهدف من زيارتنا لها الأماكن، حتى يشاهدوا مدى التطور العلمي الموجود في الجامعات العراقية. وأحد أسباب زيارتنا إلى جامعة كفيل كان هو هذا الغرض من مهمة الزيارة. Porque veo que las aulas, los medios, los profesores son excelentes aquí. Los medios me refiero a medio económico también, claro. يعني لاحظت أن مصادر التمويل وقاعات التدريس والموارد الإنسانية والتقنية جيدة جدا، مستواهم يعني عالي جدا جدا جدا. أنا فرحانة جدا. لماذا؟ لأنني أتيحت لي الفرصة لكي أرى شخصيا كيف الطلاب العراقيين عندهم يعني فرص كثيرة للتقدم الشخصي والتقدم الأكاديمي في مجاله. Bueno, pues esta universidad es un, digamos, un centro muy avanzado de estudios. ومن خلال زيارتي أنا لاحظت، أنا رأيت شخصيا أن الموارد التقنية والموارد الشخصية الموجودة هنا يعني متطورة جدا، ولابد أن نقول أن الدراسة هنا عبارة عن إتاحة فرصة ذهبية للطلاب العراقيين لتطوير بلادهم، لتطوير يعني الفرص في البلاد. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.